السلام عليكم احبائي، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. كيف ما كتشوفوا حنايا خارجين، حنا يلاه فتنا القياده ديال سيدي حيا زعير. اليوم الجو مشمش، انا نوريكم واحد الاقامات على اليسار. هاد الاقامات هادو هما اقامات ديال التوحيد، وباش ولاو اكسيسيبل داروا ليهم هنايا التيرمينوس ديال 38 اللي كيمشي حتى لباب الحد. عندهم الجامع ديالهم، عندهم لي ماغازان، عندهم كلشي. واللي كيتبعني في الفيديو ديالي غادي يعرف بانني هذه هي الطريق اللي تدي لا فيرم دو تازوطا. هي هذه الطريق اللي كدي لفيرم دو تازوطا. غادي نوصلوا لواحد القنطره، وهذيك القنطره ملي كنهبطوا فيها نيجا كنلقاو كنلقاو تازوطا على اليسار. بالنسبه للناس اللي ما عمرهم مشاو ليها، فالدخله فابور، و بيان سور كيتحسب عدد الافراد اللي كاين باش تكوموندي الغداء اولا فطور اولا غوتي. دونك فوالا، هنا كيف ما كتشوفوا هذه الطريق ديال المنزه اللي جات بين سيدي حيا زعير والطريق ديال كما نقولوا ديال تازوطا. دونك فوالا، هنا كاينين بزاف لي زاتولي ديال الطولغي ميكانيك ايتو. نخليكم مع الخضوريه، تبارك الله مع هاد الشتي والاخرانيه اللي طاحت الله يرحمنا. كان داكشي غزال، الدنيا خضرات. جيماجين دابا حتى تازوطا غادي تكون خضراء وخضرت الدنيا، حيت لا ديرنيغ فوا اللي مشينا لتازوطا فصورت بزاف الناس قال لك شوف كي ولات حالتها. بس سي نورمال، فلوطون ما كاينش الشتا ما كاين والو، الخريف راه سي نورمال كتولي الدنيا ودا الصيف بيان سور كتبقى لا خضوريه لا والو، كيبقى غير الحمري والغبره والعجاجه. دونك هذه هي القنطره اللي قلت لكم، ها هي حنا قربنا لها غنتجاوزو هنايا. انتما كتشوفوا خدني هنايا بدويه كيف ما كتشوفوا بالنسبه للناس اللي ما عمرهم وصلوا لسيدي حيا زعير. دونك خلينا مورانا لو سونتر ديال سيدي حيا زعير، فيه الديور، فيه العمارات ديال التوحيد. من فوق خرجنا خرجنا من العمارات ديال التوحيد، هذا هو المنظر اللي كاين في الطريق كامله. اسمحوا لي الا كنتحرك، راه ما هزيتش هذاك اللي كيتبت كيتبت التليفون في الطوموبيل. دونك فوالا، انا نوريكم من التحت، بانوا لكم ما عرفتش واش كيبانوا لكم ولا لا. المهم هذه هي القنطره اللي هضرت لكم عليها، وفين واقفه ديك الطوموبيله الكحله، هذيك هي الدخله ديال تازوطا. هاد الجلسه هاد الماء هاد البرارك هادو اللي كتشوفوا هنا، هذه هي الدخله ديال تازوطا. ايوا المهم، اللي بالنسبه للناس اللي جاتهم لا كيوريوزيتي باش يعرفوا شنو هي تازوطا، يدخلوا الفيديو ديالي يديروا تازوطا، راه بيان سور غادي يطلع ليهم. انا اصلا طالعه في طوندونس في داك الفيديو، يعني اون فوا تابي تازوطا عالمي الخاص راه غادي يبان لكم الفيديو. هنايا حنا غاديين للمنزه، جماعه المنزه حتى هي قرويه وفيها الاراضي غاليين، فيها الفيلات، فيها كلشي، فيها اي حاجه حبيتيها كاينه في هاد المنزه. كاينه حتى واحد الغابه ديال المنزه حنا غادي نوصلوا ليها. غابه ديال البلوط الفيلين، هانتوما كتشوفوا الطريق مزوينه مخضره. ها هي جمال بلاكا، جماعه المنزه. راه مره غنبقى نحبس ليكم، حيت بيان سور كاينين شي براجات هنايا د الجوندارم ايتو. دونك ما تنبغي نبرز حتى شي واحد يقول لك على صورتينا ولا هذا، جو بريفير ما نبرز حتى شي واحد، يبقى كلشي على خاطرو. دونك هانتوما كتشوفوا حنا وصلنا لهاد الغابه. هاد الغابه هادي كندوز فيها حتى في زعما الصراحه الامن والامان. ردوا بالكم غير الا كانت شي حاجه قاطعه على بحال حيوانات ولا هذا. هذا غابه البلوط، كيجيو الناس كيخيموا فيها في الويكاند. بغيت غير نذكركم باللي فعلا هضرت بزاف على تازوطا، ولكن انا ما كندير الاشاره حتى شي حاجه، انا غير كنحب نبارطاجي معكم لي زيكسبيريونس ديالي، التجارب ديالي وفقط، هادشي اللي كاين. اللي بغى يمشي يمشي، اللي موال الثمن يمشي، اللي ما والموش يمشي يقلب على ما ارخص، اللي ما والموش الثمن ديال تازوطا. ها الغابه كاينه هنايا تبارك الله، راه دوز فيها احسن نهار بزيرو ديغام. تجي تصاوب الطاجين ديالك، تصاوب الشهيوات اللي حب الخاطر، يلعبوا الوليدات وما حداكم حتى واحد، ما
غير الناس اللي بيان سور ما كيبغيو شويه يبدلوا شويه الجو فتازوتا كتبقى واحد الخيار زوين. الناس اللي ما كيبغيوش يطيبوا كيبغيو يستمتعوا بحيوانات ولا بحال راهم في فيرما. دونك هادي كامله الغابه ديال المنزه على اليمين على اليسار ديال البلوط. عرفتي حنايا دابا راه قربنا للتقاطع ديال هاد الشارع هذا مع الشارع ديال طريق زعير شارع محمد السادس اللي غادي حتى للرباط. دونك هنايا غادي نقطع. بالنسبه للتقاطع الجاي الى على اليمين غنهبطوا العين عوده، الى على اليسار غادي نمشيو للرباط. دونك حنايا عين عوده راه ديجا ديت لكم ليها، راني حاطه فيديوهات فاش مشينا للسد بحيره السد ديتو. وعلى اليسار غادي نلقاو ان باغاج ديال لي جوندارم، غادي نقطع ونعاود ناخذكم. دونك فوالا نوريكم بعدا البلاكه، مع السلامه. كيف ما كتشوفوا ها هنا قطعت معكم الفيديو، حنايا دابا في شارع محمد السادس. حنا باقيين في المستوى ديال المنزه، ما كتشوفوا هنايا السكنات كي دايرين، داكشي صراحه مستوى عالي. كاينين المدارس بريفي هنايا شي حاجه اللي او نيفو. كاين السوق مركزي اليمن مور هاد الجامعه ديالهم، كاين واحد السوق واعر هنايا سوق. شفنا هنا الناس دايرين شي مظاهره كيطالبوا، يمكن كيطالبوا ما قريتش حتى شنو في اللافتات حيت راني سايقه. دونك كيف ما كتشوفوا هذا الشارع هذا هو شارع محمد السادس. بالنسبه للناس اللي ما عمرهم وصلوا لهنايا طريق زعير سابقا، فغاديه حتى العين عوده لتحت وغاديه حتى الحسان تقريبا، والله ما عرفت فين تيسالي هذا شارع محمد السادس. انا ديما كنمشي للرباط، ولكن باش نقول لكم النقطه النهائيه ديالو الله اعلم، حيت اخر نقطه كنوصل لها هي ديك قصر الملك وشالا، كندخل على داك الباب تمايا، هذيك هي اخر نقطه ديالي. هنايا كاين مناظر حتى هي جو قصوره وفيلات على الطبيعه، داكشي صراحه غزال هنايا. ولكن عرفتي لهنا يوريكم التمام ديال الارض هنا شحال ساوي، لان فريمون طالع الثمن واحد بحال اخلى من الرباط. نقدر نقول لكم الثمن ديال الارض هنا اغلى من الرباط، اللي غلاها هما القصوره اللي تبناها والفيلات ولي ريزيدونس وستاندين، يعني ولات هو داك بحال حي الرياض. حي الرياض عمر ما بقاو فين يزيدوا، يعني ولاو هنا كيشوفوا. كاينين بيان سور الطبقه الفلاحه، لان اصلا المنزه سيدي حيا عين عوده هادشي كلشي كانت في الاراضي الفلاحيه، ف بيان سور بقى عندهم داك الطابع الفلاحي ديالهم. كاين الاراضي اللي باقي ما باعوهمش وما ليهم متمسكين بالفلاحه، وان فوا كتبان لك شي عماره طالعه شي فيلا شي قصر كتعرف بان فلاح تما يباع كلشي وزاد. ايوا كل واحد كيقلب على طرف الخبز ديالو. دونك هذه هي نقولوا بحال نقولوا المركز ديال المنزه، فين كاينه السويقه، فين كاين جامع، فين كاينه مدرسه. وعلي من انتما بداو عاوتاني يلا وصلوا لهنايا انديغو، حتى هي واحد الاقامه داكشي انتما ماشي بحال نقولوا فيلات ريزيدونس، ولكن فيها الفيلات. فين غاديين هكا بحال الدريجات غاديين حتى للواد، غاديين حتى للواد، كاين شي وادي تمايا. المهم حنا عارفين من الجهه الاخرى كاين بحيره السد، ولكن واش واصله لهنايا ولا لا الله اعلم. ولكن ملي كطل كيبان لك بان كاين لتحت كاين داك البلاصه ديال الوادي هكا محفوره. حنا ملي درنا ولكن مشينا على طريق عين عوده ورجعنا على ام عزه من الدور، لقينا بان تمايا كاينه بحيره السد، وكاين واحد خارجين منها، يعني التفرعات ديال داك الواد ولا ما نعرف بحال هكاك. هادشي اللي نقدر نشرح لكم. لي بروجي سا كونستروي سا كونستروي، كنتمنى ما يندموش على هادشي اللي كيخربوا وكيحيدوا الطبيعه وكيحيدوا الفلاحه ويبنيو. كنتمنى ما يندموش من بعد على هادشي هذا، ملي تنقص الفلاحه وتنقص الخضره والديسير. انتما راه تاع اليسار ما بقاش على الوادي ولا تاع اليسار عاوتاني، هادشي جديد، هاد كلهم دي بروجي جدادين اللي يلاه تبناو
يعني طول المده وانا كل نهار كندوز من هنا كل نهار كندوز من هنا كنلقى شي بروجي جديد طالع. فالطريق هادي كاين باش كنمشيو نيشان غادي نوصلوا لواحد الغونكو غنوصلوا هاي كاين واحد البيبينيا هنايا دابا نصورها عليكم شي نهار. قلت لكم الا مشينا نيشان غادي نلقاو واحد القصر على اليمين فين كانت واحد الكافي دي فواتور عقلتو موزي دي فواتور راه تسد ما بقاش ما عرفتش شنو المشكل اللي وقع ليهم. احنا قرابين ليه واحد القصر راه مصبوغ بلوك داك الصباغه بحال ديال مراكش داك الصباغه الحمراء كانت تما موزي دي فواتور تسد و اون فاس معاه كاين بوني كلوب بالنسبه للناس اللي عندهم الوليدات كيجيبوهم للبوني كلوب فاحنا قرابين بزاف دابا. والرومبوا اللي مورا راه هي اللي كتدخل لدار السلام يعني فروسيا الجولف دار السلام. صراحه كون غير خلاونا هاد الموزي دي فواتور راه كاينين فيديوهات قدام الناس جاو صوروهم وداكشي كان هذا كان واحد الامير جا وعزيز عليه لي كوليكسيون كي كوليكسيوني لي فواتور ودار موزي كان داكشي واعر الصراحه للاسف ما بقاش دونك هذا هو هنايا. هنا غنوصلوا لواحد النيفو اخر فيلات وقصوره. بالنسبه للناس اللي كيعرفوا طريق عين عوده هاي بالقصر الاماراتي فالقصر الاماراتي راه خلينا اللور راه باقي اللور في طريق عين عوده زيد هبط لتحت حيت دخلنا على سيدي يحيى يعني قطعنا شارع محمد السادس قطعناه من بحال نقولوا من الوسط يلا حيت القصر الاماراتي فين كاين الدرابو ديالو فين كاين صورت لكم داك الراجل اللي كيبيع الحليب الابيل وهذا راه خليناهم اللور ما تسناش عليه اليوم حيت هو كاين قريب لسيدي قريب لعين عوده ما قريبش لسيدي يحيى. كاين واحد الفيتيرينار كاينه هاد فيلا الوادي حتى هي كطل ساعه للاسف وقيلا ما بقاتش. هنا كاين واحد اخر شيلينا ما عمرني جربته لان ديك التدخيلات ديالهم كيخلعوني. ها هو البوني كلوب وهذا وهذا السور ديالو تيديروا دي بالاد دو بوني كاين يمكن لك تقيد معاهم الا بغيتي وليداتك هادشي كامل على اليسر السور ديالو حتى تنقربوا للرومبوان و بيان سور لون رون بوان على اليسار على اليسار دار السلام. وهنا كنساليو المنزه هاد رون بوان هادي هي النهايه ديال المنزه منزه راه دونك هانتوما كيف ما كتشوفوا طريق هاد شارع محمد السادس طريق صغير داخلين فيها بزاف الجماعات عين عوده المنزه وحنا جايين غادي للرباط دونك دابا غادي نحاول نقطع على ما تنقربوا عاوتاني لدخله الرباط ونعاود ناخذ معكم الفيديو. هنايا حنايا في الدخله ديال الرباط كيف ما كتشوفوا على اليسار القصر ماشي القصر ديال الرباط اللي كيستقبلوا فيه يعني القصر الرئاسي الاصلي هذا الاقامه نقولوا الاقامه دونك هو على اليسار غيبان لكم بيان سيغ الحرس الملكي باش ما نديرونجيهم ما غنصورو حتى واحد غادي نصورو حنا غير الطريق بركة علينا. هنايا الصراحة هاد الشارع باش كيعجبني هو بالتنوع ديالو هو بهاد التنوع ديالو كيف ما كتشوفو ها الفيلات ها البرارك ها القصورة ها العمارات ها الفيلات دونك على طول الشارع غادي تشوفو جميع الأنواع ديال الطبقات اللي كاينين في المغرب. هنا غادي ندوزو على الاكاديميه الملكيه اكاديمي رويال اللي كيتعلموا فيها كلشي على المغرب شفناها هذيك الاكاديمي رويال كيتعلموا فيها السفراء كيجيو كياخذوا دي فورماسيون باش يتعلموا على التاريخ ديال المغرب وكيكونوا فيها بحال كندوات باش التعريف على الثقافه ديال المغرب وكلشي يعني ماشي اي واحد صراحه كيدخل ليها. مي انا اللي اخر مره كنتفرج كانوا ندوه مجموعين فيها موظفين ساميين يعني على
des corps diplomates et tout ça, كانوا تمايا كيديروا لهم ندوات على الدين، على السياسة المغربية، على الثقافة المغربية، على أي حاجة كتخص المملكة المغربية. دونك اللي كيجي لهذا الشارع هذا يعول ما يجريش، لأنه كله رادارات، كله مراقب 60 كيلومتر في الساعة لا غير. اي باش تكونوا على بال، يعني فيها كلها عامره رادارات، عامره بوليس. يعني هاد الشارع هذا بالنسبه ليا قلت لي عامر السفارات وعامر هذا، كيجيبني بحال كندوز كنشوف ما عاد واحد الشارع عالمي، كيجيب لي بالي بحال هاد الشارع دولي. كنقول دولي لان تشوف لي درابو ديال العالم كامل، فيه لي شانسيلغي، فيه لي زومباسات، فيه كل شيء. دابا راه خاوي سي نورمال، باسكو ما جيناش في الوقيته اللي كيخرجوا الموظفين اولا اللي كيدخلوا فيها الموظفين. تفاوجنا معاهم. دونك فوالا كيف ما كتشوفوا يعني هنايا كلشي مخدر. قول لي واش غتلقى شي حاجه طايحه في الارض ولا شي وساخ ولا شي حاجه؟ والو، كلشي خضر هنايا. جات لي بالي بحال كيف ما قلت لكم هاد الشارع دولي، يعني ما تابعش المغرب. المهم راكم فهمتوني، راه فهمتوني بلا ما نزيد نشرح. المهم حنا واقفين هنايا في الفروج تيسالي ونمشي. هاد الشارع كتخصهم يشم على اليسر ناخيل وعلى اليمن هاد الشجر هذا، لان هنايا كانت الغابه، هاد الشجر قديم ديال الغابه. بما ان كلشي دخل في الغابه ففوالا بقى واحد الشجر كبير خلاوه هنايا، وعلى اليسر النخل. هانتوما راه يبان لكم الفرق. ما جاوش وقالوا الصراحه الرباط مدينه الانوار. عيتي غادي او فيغ اي ميزوغ مرة نبقى ندير لكم بحال هكا شي تدويرات باش تشوفوا كي دايره الرباط. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش يتساراو في الرباط وكيقول لك الرباط مقناطه ما فيها ما يدار ايتو، انا راه حاليا دابا حنا ساكنين في الجهه ديال الرباط، وديما كنحط لكم فين تخرجوا فين تدخلوا. كنحط لكم لي بون بلون، حيت الناس بزاف خاطئين على الرباط وكنقول لكم ما عندناش فين نمشي وما عندناش فين نتساراو. هنايا واحد لي كونتنا حداها لي سباسكال. المهم بلا ما نهضروا على الاتمنه ديال المدارس هنايا، سي لا ميسيون هادشي هذا. المهم على هاد الشارع هذا كاينه السفاره الامريكان، ملي غنوصل ليها غادي تشوفوا قداش دايرين داك الدرابو الامريكان. ها هي على اليسار، ها هي على اليمين، ها انتما شوفوا هنا البدايه ديالها. ها الدرابو الامريكان ما عرفتش علاش هابط منكس، ياك ما كاينه شي حاجه واقعه في امريكان وحنا ما خبرناش، ما عرفتش. نورمالمون كيكون ديما الدرابو الامريكان هو عرفتي واحد النخوه باش كيتحرك ملي كيضرب فيه الريح. مي دابا جيت ايطوني هابطينو، ياك ما كاين شي مشكل الله اعلم، مي خلينا حنايا غير في السياحه هاد الساعه. فهاد التقاطع هذا اللي جاي ما عرفتش كي كيبانوا لكم واحد جوج اعمده بويض ولا اربعه، المهم كيبانوا لكم ولا لا. التقاطع هذا الا درنا على اليمن غنشدوا لوتوروت باش نمشيو غنمشيو لفاس، يعني هاد لوتوروت اللي كدي لطنجه فاس ايتو، وعلى اليسر غنلقاو مرجان ماكدو كيتيا جيون غنلقاوهم كاملين على اليسر. وبيان سور باش نمشيو نتونجاجاو في لوتوروت ديال كازا. دونك هاد شارع محمد السادس داروا قنطره باش ندوزو حنا من الفوق حتى تما شارع محمد السادس، ومن التحت كاينه القنطره بيان سور. دونك فوالا انا غندوزكم باش تشوفوا. دابا حنا غندوزو فوق قنطره، ومن التحت التونيل هو لوتوروت ديال على اليسر كازا على اليمين فاس طنجة. بالنسبه لي الصراحه هاد الشارع واقيلا سي لو بلو كلاس اي لو بلو بروبر ديال ما عرفتش واش نقول لكم ديال المغرب كامل. هاد الشاطئ هذا هو
اللي بالنسبه للناس اللي كيتابعوني غادي يشوفوا بانني كنحط كيف ما قلت لكم فيديوهات كثير على الرباط. وهاد الشارع ديما كنقول لكم راجعوا عليه ميغا مول، جا عليه باش نمشي لشاله، جات عليه باش نمشي لعين عوده، يعني واحد الشارع اللي كبير وكيتفرعوا منه بزاف وكيلتقيوا فيه بزاف ديال الشوارع، يعني نقدر نقول لكم واحد لو بوين دو ديبار. هنايا صافي في الاول ما كانوش كاع الفروجات، كنا غير غاديين. ايوا دابا راكم عارفين ولينا في التقاطعات الكبيره مع الشوارع الكبيره ديال العاصمه الرباط، فسي نورمال انه كاينين فروجات بزاف هنايا. دابا راه حنا قربنا الميغا مول، بالنسبه للناس اللي تيجيو الميغا مول فراه حنايا التقاطع الفروج اللي جاي راه على اليمين السفاره ديال الجزائر سابقا لان سدوها وقيلا ما غاديش تبان لان لو بوس غيدوز لينا تمايا ما غاديش تبان ليكم، وعلى اليسر ميغا مول. ما عرفتش نصور لكم هي ميغا مول على الجنب وصافي، ما علي من شدها لنا لو بوس شد لينا لافي باش نوريكم السفاره السابقه للجزائر اللي ملي تسدات ايتو. دابا ما كرهتش كون ردوها لنا شي ريستورون تراديسيونيل حيت ولات، حيت البنايه واعره تراديسيونيل فهمتوا، مبنيه على شكل الرياض فاتيتو بصراحه تصلاح شي ريستورون. من هنا كنادي الوزاني ولا دار اتاي ولا دار الناجي لوكال زوين. المهم هنايا نوريكم واحد الحاجه، واحد الخاصيه كاينه في هاد الابناك اللي جاو هنايا، هي انهم كلهم كتدخل بالطوموبيل الكيشي تاخذ، كيتسماو كيشي درايف، بحال ماك درايف بحال داكشي وبحال داكشي. عندهم البنكات هنايا كاملين مع ممنوع الوقوف، فممنوع الوقوف، فكلهم كيدخلوا بالطوموبيلات للبنكة. هنايا ما غاديش نكمل معاكم شارع ديال زعير، غادي ندخلوا شارع حمد بلافريج لان عندي ما يدار، دونك قطعت عليكم الطريق ديال شارع محمد السادس، وهنا غنحبس الفيديو ديالي وغنقول لكم على بروشين، مع السلامه. تابعوني دائما من اجل المزيد على قناتكم عالمي الخاص. باي.